البنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيت نتشارك معكم واحد المشكلة اللي كيعاني منها الكثير من الأشخاص. هذا المشكل وهو بروز العروق في اليدين. تكون دوك العروق في اليدين بارزة بواحد الشكل كبير. هذه ظاهرة ماشي ظاهرة مرضية، ما كتشكلش خطورة على الإنسان، ولكن المظهر ديالها كيبدو مزعج، وبالأخص هي كاينة كتكون في الرجال وفي النساء، ولكنها بالنسبة للنساء فإنها كتشكل واحد المشكل من ناحية الجمالية. إذن أنا غاد فيديو في هذا الوصفة غنتعرفوا أولا وقبل كل شيء على الأسباب، وثم غادي نعطيكم واحد الوصفة. كاين وصفات عدة، ولكن أنا غنعطيكم واحد الوصفة اليوم، وممكن نعطيكم وصفات أخرى في فيديوهات أخرى. هذه الوصفة في الحقيقة كانت بطلب، كانت طلبتها مني واحد الصديقة عزيزة، وطلبتني على شي وصفة، وفكرت لأنني عرفت بأنها كيعاني من الكثير من الناس، وفكرت باش نديرها على شكل فيديو باش تعم الفائدة ويستفدوا من الناس كل شيء. وتبعوا معايا إذا باش تعرفوا أولا وقبل كل شيء الأسباب ديال هذه الظاهرة، وهي عادة ما تصيب اليدين وكتصيب كذلك حتى العنق والوجه. نقطة، واحد النقطة مهمة هنايا، كتختلف هاد المشكلة كتختلف عن الدوالي، ما نخلطوهاش مع الدوالي. الدوالي فإنها حالة مرضية اللي خصها تعالج، وخصها الإنسان خصو يمشي عند الطبيب. ولكن بالنسبة لبروز العروق في اليدين أو العنق فإنها تؤثر على الشكل فقط، ليس لها أي مخاطر على الصحة. بل أكثر من ذلك، فإنها الناس اللي سيكونوا العروق ديالهم بارزة فإنها كتدل على السلامة ديال الدورة الدموية في الجسم. ولكن بالنسبة للنساء هي متت في الحق، بالنسبة للمرأة دائما خصها تكون تحافظ على الجانب الجمالي عفوا، وتتبغي تكون تظهر بواحد المظهر اللي زوين. البنات بالنسبة للأسباب غادي نذكر لكم أربعة ديال الأسباب. السبب الأول هو قلة الدهون تحت الجلد، ومثلا كيكون الجلد كيولي رهيف وديك العروق كتكون باينة. والسبب ديال هاد المشكل هو النحافة ولا الضعف، الإنسان تيكون ضعيف بشكل كبير. وفي الحقيقه احنا مثلا كنلاحظوها بزاف عند الرجال، علاش؟ حيت نسبه الدهنيات عند النساء كاينه اكثر من الرجال، ولكن احنا ما كنعيبوهاش في الرجال، فتكون عاديه، بالعكس تكون كتبان كانها رجوله، كانها مثلا شي حاجه اللي كتعبر على الشخصيه. بالنسبه للنساء لا، اذا جماليا كتبان ماشي زوينه. ثم عندنا كذلك عنصر آخر وسبب آخر، وهو سبب وراثي. تتكون في الأسرة ولا في العائلة، إذن كيكون البروز ديال العروق وكتوارث. ثم عندنا السبب الثالث، الرياضات اللي تتكون مثلا كتطلب واحد الجهد بحال الجري بحال حمل الأثقال إلى آخره. ثم عندنا سبب اخر وهو تقدم السن. الانسان ملي تيتقدم في السن وتيولي كبير كتبان دوك العروق. ولكن حنا دابا كنهضروا على الحالات العاديه، المراه اللي مثلا لا زالت شابه ولا مثلا فتره الكهوله وكتكون كتبان هذيك العروق تزعجها كثيرا. بالنسبه لهذا المشكل عنده علاجات، عنده جوج ديال العلاجات، اما علاجات طبيه ولا علاجات منزليه. البنات بالنسبه للعلاجات الطبيه عندنا ثلاثه ديال الانواع. كاين اما كيستعملوا الحقن ديال ماده الكالسيوم باش كتخفف لينا الظهور ديال هذوك
العروق والبروز ديالها، او كذلك كاين اللي كيحقن يديه بالفايلر، هو ماده اللي كتساهم في ملء اليدين وكتختفي. ثم عندنا كذلك حقن كيستخدموا فيها واحد المحلول كيسميوه المحلول الملحي، كتؤدي في البدايه الى بعض الانتفاخ ديال اليد، ولكن مع مرور الوقت كتصبح دوك العروق ضيقه وما كتبقاش باينه، وكتحصل المراه على واحد الجماليه في يديها وكتختفي هذوك العروق. بالنسبه للعلاجات المنزليه كاين علاجات كثيره، ولكن انا اليوم غادي نعطيكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى هي اللي غادي نستعملوا فيها الخميره الفوريه، هي انا عندي ها هي بهايا الباكيه ديالها، انا درت غير واحد شويه هو اللي غادي نستعمله. وعندي كذلك الماء الورد، ماء الورد هو اللي باش كندوب شي شويه، كندير غير واحد الكميه قليله باش كندوب بها هذيك الخميره، هاني درته انا في هاد القنينه. ثم عندنا مجموعه ديال الزيوت، عندنا زيت اللوز، ها هو زيت اللوز المر، او كذلك وعندنا كذلك اللي كنخلطوه بزيت جنجلان، هادو جوج ديال الزيوت اللي كنخلطوهم. ولكن اللي بغى يعوض زيت جنجلان بالزيت ديال الحلبه عنده الخيار. علاش انا غادي نقول لكم علاش مثلا اختاريت هاد الزيوت، وعلى او علاش هاد الوصفه تتكون من هاد الزيوت، حيت هاد الزيوت كتساهم في تسمين الجلد. راه تيديروهم الناس بحال دابا هاد جوج ديال الزيوت كيخلطوهم وتيديروهم الوجه الوجه لتسمين الخدود، ولا تيديروهم اليدين، ولا تيديروهم حتى الدراوع ديالهم ولا السيقان ديالهم، باش تيعطيوهم واحد تيزيدوا ليهم في الوزن. اللي بغى مثلا ما كيكرهش الريحه ديال زيت الحلبه يديرها. ولكن انا جبت لكم هاد، انا غندير هاد الوصفه غنديرها بهاد جوج ديال الزيوت. كناخذوا نفس المقدار، كناخذوا واحد شي شويه ديال الخميره ديال الفوريه كنستعملوها في الخبز، كنديروا معاها واحد شي شويه ديال ها هي، كنديروا شي شويه واحد ها هما واحد الرشه غير باش هذيك الخميره تفزاك. الا عندكم ديك الخميره المعجونه راه ما غاديش تحتاجوا كاع هذا الماء الورد. ثم كناخذوا كذلك نفس المقدار ديال زيت الجنجلان، انا غادي ندير 4 ديال الرشات ولا 5، واحدة 2 3 4. ثم غادي ناخذ كذلك زيت اللوز المر، ماشي زيت اللوز الحلو، كندير 1 2 3، كذلك درت 3 ديال الرشات. وكناخذ هاد المواد وكنخلطها مزيان، كنخلطها ديرو غير شي شويه ديال الخميره، كناخذوها هكا كنخلطوها مزيان. غادي نزيد واحد شويه ديال زيت اللوز المر، المهم هي وحاول ديروا غير ديال النهار، لان هذه الوصفه كنديروها جوج المرات، كندهنوا بها يدينا بالاخص الناس اللي عندهم هذوك العروق البارزه، كناخذوها وكندهنوها جوج المرات. نزيد عاوتاني شويه ديال الجنجلان، كنخلطوها وكندهنوها بواحد الشكل دائري بحال هكا، كندهنوها هكا نديرو هكا ليدينا، اما كندهنو كاع المناطق وبالاخص اللي كتكون فيهم العروق. انا كان بالنسبه للناس اللي كيكونوا بارزين ليهم بزاف ينبقاو، كان نمصيو يدينا مزيان بهذا المخلوط ونخليه 20 دقيقه، كنخليو 20 دقيقه، كنديروا ليدينا كلشي وليد حتى اليد الاخرى الا كانوا بارزين، وكنخليو 20 دقيقه ونغسلوه، نديروه مثلا بحال الصباح ونديروه في العشيه. هذا بالنسبه مثلا لهاد الوصفه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا هاد الزيوت، اللي ما عندوش هاد الزيوت يستعمل زيت ديال هذا زيت الزيتون، ها هو تستعمل زيت الزيتون، تاخذ غير شويه ولكن بواحد الطريقه، تاخذ في الليل شويه ديرو في شي انيه ولا شي طبيصيل، ودخلوا الميكرو اوند يسخن شويه، ضروري يكون سخون،
يكون سخون عاد دير نفس العمليات قبل ما تنعس، غديرو غير مره واحده قبل ما تنعس، تمصيه واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق، تمصي مزيان يديها بزيت العود وتنشفهم شي شويه وتنعس بهم الصباح حتى الصباح عاد تغسلهم، كتعطي واحد النتيجه. اذا البنات حاولوا تجربوا هذه الوصفه، اللي عندها هذا المشكل تحاول تجربها بحكم الفعاليه ديال هذه الزيوت والفوائد ديالها من اجل التخلص من هذيك العروق البارزه اللي كتكون واحد المظهر ماشي جمالي ماشي زوين. واللي عجبتها الوصفه ان شاء الله وراها عندها نتيجه، حاولوا تطبقوها ويكون واحد شي بواحد شويه ديال الصبر، لان الخلطات الطبيعيه كتطلب الوقت وكتعطي واحد النتيجه اللي كتدوم، ماشي بحال الخلطات بحال المواد الكيماويه. المواد الكيماويه تعطيك النتيجه في البلاصه ولكن كتمشي كذلك، ممكن تمشي كذلك بسرعه. اذا حفاظا على الصحه ديالنا والسلامه، اذا من الافضل نستعملوا بحال هذا الخلطات. اللي عجبتها هاد الوصفه وكيهمها الامر تشجعني بالاشتراك وباللايك وحتى بالبارطاج باش تعمل فائده بالنسبه للناس كذلك اللي كيعاني من هاد الظاهره، وراه كاين الكثير اللي تيعاني منها. والى فيديو اخر ان شاء الله.